يعني هذاك خط امداد اداري، هلا هون صار خط عمل قتالي. تمام. ونحن الان في جوله برفقه قياده المجلس العسكري لدمشق وريفها لتفقد جبهات حوش نصري وحوش فاره وباقي الجبهات الاخرى. انا طالب ضابط في الكليه الحربيه. نحن الان على الارض نقوم بتنفيذ الدروس العملية التي خذناها في الدورات في الكلية الحربية بإشراف الضباط المجلس العسكري. فعالية على الجبهات وعلى أرض الواقع دائما، وإحنا حاليا بجولة صباحية مفاجئة وبالنقاط الأمامية بجبهة حوش نصري وبالنقاط الأمامية عن ميليشيات الشيعية والأسدية. فصراحة يعني إحنا عملنا لقاءات مع الشباب وأكدنا على جاهزيتهم وأكدنا على حسن العمل وحسن المتابعة والرصد المتتابع لمدة 24 ساعة، ولا يخفى على جيش الإسلام بهالنقاط وبالنقاط المتقدمة وبالجبهات الساخنة بنسميها هي دائما، خاصة النظام اللي لا يبله ولا يغتنم أي فرصة لضرب المقاتلين المجاهدين، فهو لا يؤمن باتفاقيات ولا يؤمن بوقف هدن ولا وقف إطلاق نار لأنه ليس له عهود أو مواثيق. استفاد النظام من موضوع إعلان الأمريكي الروسي موضوع الهدنة، لم يكن أي التزام بالهدنة، كانت تقدم النظام أو محاولات كسب النظام خلال الهدنة أكثر مما عليه ما بعد الهدنة أو قبل الهدنة. الأفضل أنه لا يكون في هدنة حتى لا يتقدم النظام. النظام استغل وجود الهدنة وقام بكسب بعض النقاط ولكنه عاد. آخر نقطة رابطة هيك وهيك، هلأ ورانا هيك شوفي. هلأ نحن في نقطة هون اسمها السكة. ايه تمام، من هون